ولنقاش هذا الموضوع تنضم إلي حنان مرجي، مركزة المرافعة وتمثيل النساء في جمعية نساء ضد العنف. أهلا بك حنان. إلى أي مدى إغلاق ملفات قتل النساء هي سياسة ممنهجة من قبل السلطات الإسرائيلية وخاصة الشرطة؟ دعينا نبدأ بالشرطة. إحنا طبعاً بنشوف إنه في سياسة ممنهجة إسرائيلية لعدم الإفصاح عن شو بيصير بجرائم قتل النساء خاصة العربيات. بالبحث اللي عملناه في جمعية نساء ضد العنف بالتعاون مع لوبي النساء في إسرائيل ومع مركز الطفولة، اتضح من المعلومات الأولية جداً، بس من يعني بحث خاص اللي إحنا عملناه، إنه حوالي تقريباً 60% من حالات قتل النساء العربيات من سنة 2008 ل 2018 ما تقدم فيهن لوائح اتهام، وما بنعرف شو يعني في اشياء اللي هي احنا ما بنعرف شو عم بيصير فيها. هل الملف بعده مفتوح؟ هل فيه تحقيق؟ شو تحقيق؟ اغلق؟ ليش اغلق؟ باي حجه قانونيه اغلق؟ فواضح انه في سياسي. السياسه هاي سببها كمان بالنسبه لنا احنا كجمعيات، احنا بنشتغل سنوات سنين يعني في الموضوع، واللي طبعا حقوق النساء العربيات الفلسطينيات في اسرائيل كمان ترتبط بشكل مباشر مع حقوق الاقليه الفلسطينيه في اسرائيل، مع سياسه الدوله في اهمال كل قضية حقوق الأقلية الفلسطينية. فإحنا بنشوف إنه جزء إهمال قتل النساء العربيات هو إشي اللي هو جزء من إهمال قضايا الأقلية الفلسطينية بشكل عام، ودفع إنه هني مش كتير معنيين، يعني هاي ظاهرة هني مش كتير معنيين إنه يحطوا يعني في موضوع مش كتير معنيين. حنان، بدي أرجع لإدعاءات الشرطة، ليش الشرطة رفضت تعطيكم هاي المعلومات؟ كانت هناك كتير إدعاءات اللي إحنا بالنسبة لنا هي إدعاءات حجج يعني فارغة، زي مثلا كل قضية انه هن بيقولوا انه القانون، احنا قدمنا الالتماس حسب قانون حرية المعلومات 1998، هذا القانون بيقول انه من حق من حق المواطن انه يعرف اشياء اساسية، يقدم طلبات حسب القانون، لا يعرف معلومات معينة بتصير بمكاتب الحكومية. فالادعاءات كانت زي مثلا انه القانون بيستثني الشرطة، إن الشرطة في تحقيقاتها هي مش مجبرة إن هي تعطي هاي المعلومات. حكوا كمان على كل قضية إنه هني ما عندهم تصنيف لنساء عربيات مثلاً، إنه هني بنصنفوا نساء يهوديات نساء مش يهوديات، ما في عندهم تصنيف لنساء عربيات مثلاً، نساء أثيوبيات نساء روسيات، فهني ما بقدروا يعطونا معلومات حسب الانتماء القومي، بدعاء إنه هذا إشي يعني اللي هو عنصري أو مش لائق. طبعا احنا عرفنا حجج يعني فارغه جدا، احنا ما بنطلب معلومات عن التحقيقات اللي هي يعني في داخل التحقيقات شو بيصير. احنا طلبنا هو طلب جدا واضح، ومن حق الجمهور انه يعرف، من حق الجمعيات النسويه عشان هي تقدر تعالج موضوع قتل النساء وتراقب عمل الشرطه، ان هي تعرف هاي الملفات شو صار فيها. 60% من الملفات يعني هذا يعني بس 40% عرفوا مين الجاني وقدموا ضده لائحه اتهام، 60% نساء قتلوا لليوم ما بعرفوش، ما فيش، ما مسكوش ولا حدا، فيش ولا اي حدا تحاسب. عشان هيك كمان هاي الظاهره عم تتفشى وبتكبر اكثر واكثر، وشايفين بالاسابيع الاخيره قديش في نساء عربيات عم بقتلوا. نعم. لانه عم بيعرفوا انه ما في رادع. في سؤال مهم هون بنسال، في حاله اتيحت هاي المعلومات، هلا كل الملفات تم الكشف عنها، شو ممكن يتغير؟ أولاً طبعاً هاي المعلومات كتير بتساعدنا إنه إحنا نتابع عمل الشرطة ونعرف شو عم بيصير هناك. يعني هاي ظاهرة مقلقة جداً، ظاهرة خطيرة، ظاهرة بتهدد حياة مئات ألاف النساء العربيات. ليش في نساء عربيات يقتلوا وما عم فيش حدا بتحاسب؟ وإذا مقارنة بالنساء اليهوديات الغاد نسبة تقديم لوائح الاتهام جدا عالية. يعني ليش بس النساء العربيات اللي مش عم نقدر نحط إيدنا أصبعنا على المجرم ونحاسبه ونعطيه الحساب اللي هو يعني نعطيه العقاب اللي هو بيستاهله؟ طبعا إحنا بس نعرف هاي المعلومات، نعرف وين الإخفاق صار بالضبط، ونعرف بالضبط الشرطة. إحنا كل وقت بنحكي إنه الشرطة في إهمال معين وفي إخفاق في كل قضية التعامل مع النساء العربيات، بدنا نعرف وين الإخفاق عم بيصير، هل عم بيصير في التحقيق؟ نحن بنعرف انه في مشاكل بتحقيقات الشرطه، نحن بنعرف من حالات كثير الشرطه دائما بتوصل لمسرح الجريمه بتاخير، بيصير في اخفاء للادله، الشرطه ما عم توصل بوقت كافي لتمسك الادله اللي لازم تمسكها، وبالتالي الجناة بيلحقوا انه يمحوا كثير ادله وعم بيطلعوا منها. فاحنا بدنا نعرف بالضبط انه نقدر نحط ايدنا على الموضوع عشان نقدر كمان احنا نتابع عمل الشرطه ونراقب عملها ونعرف نعالج الظاهره، يعني نعرف بالضبط
وين الإشي عم بيصير بأي مراحل عشان نعرف كيف إحنا نتعامل معها، ونعرف ليش عم بتسكر هاي الملفات، ليش عم بتسكر، وين المشكلة عم بتكون، وين الشرطة، يعني ليش الشرطة مش عم تعمل بدورها. وإحنا يعني بالآخر كمان يعني نساء العربيات إن المواطنات في الدول إلهم حقوق زيهم زي أي امرأة يهودية تانية، ومن حقنا إنه إحنا نعيش بأمان، من حقنا إحنا نعرف إنه لا سمح الله في حالة صار حالة قتل احنا يعني حق اهل الضحيه كمان يعرفوا مين اللي قام في الجريمه، يعني يحاسبوه يتعاقب وما يرجعش يعيد. يعني لما انت بتعاقبيش الناس وما بتحطيهن في السجن وباخذوا العقاب اللازم او باخذوا عقاب مخفف، هاي الناس بترجع على المجتمع وممكن يكون في عندها ضحايا اكثر من هيك كمان. وواضح يعني في اخر كم من حاله قتل واعتداء كان واضح انه الاشخاص اللي قتلوا هن كان في الهن، يعني أول شيء الضحايا كانوا متوجهات للشرطة قبل، الشرطة بتعرف عنهن، وكمان هاي الأشخاص كان في إلها يعني تاريخ معين من الاعتداءات على أشخاص تانين. إحنا عم نحكي عن ناس هن في شدة الخطورة اللي إحنا الشرطة عم بتتركهن عايشين في المجتمع. نعم. ممكن يقتلوا ويضلوا عايشين بشكل، يعني تخيلي شو يعني 60% من النساء قتلوا وما في مين يحاسب. فكيف المجتمع بده يفهم إنه ظاهرة قتل النساء هي ظاهرة جدا خطيرة اللي يحاسب عليها؟ لازم يكون في الدولي لازم تعالجها بطريقة جدا موضوعية بطريقة جدا جذرية عشان نقدر إنه إحنا نوقف هاي الظاهرة. طالما الدولي مش ماخذة مسؤوليتها بأن هي فعلا تقوم في الحفاظ على حياة النساء ومعاقبة المجرمين، هاي الظاهرة ولا ما راح تتوقف. نعم. في مسؤولية جدا كبيرة على الدولي، مش لازم الدولي دائما تحاول مرات إنها تنقل المسؤولية على المجتمع وتقول إنه هذا مجتمع عربي نعم. ما فيش، هاي مسؤولية الدولي، في هون قانون والقانون لازم يطبق. هذا اللي احنا نطالب فيه، نطالب فيه يتعاودوا مع قتل كل امرأة عربية زي قتل اي امرأة تانية، اي امرأة يهودية، ونطالب انه الشرطة توصل على مسرح الجريمة بالوقت، ما تسمح مجال لاي حدا يخفي ادلة. نعم. وتقوم بال يعني معلومات مهمة تحت هاي المعلومات، إشي كتير مهم ويساهم في منع قتل النساء. سيدة حنان مرجي مركزة المرافعة والتمثيل النساء في جمعية نساء ضد العنف، شكرا.